إذا حابب تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو7 باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم، ولا تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أستاذ جيمر معكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة الطريق إلى العالمية. لا تنسوا اللايك في بداية الحلقة والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. والله يا جماعة شوفوا، أنا كشخص بكجات الأيكون فائد من الأمل، ولكن كل ما بعمل بث بالمناسبة يعني باب البثوث على نيمو تي في، إذا حابين تابعوني حسابي بالدسكريبشن، بتلاقي الناس منور باكج ايكون مدري شو، يعني انا داخليا بيكون ما بدي اعمل باكج، بس والله الناس وبشوف الناس كلها بدها باكج فبعمله، ولا داخليا انا يعني باكجات الايكون شوي متشائم من صاير. ولكن اليوم رح نعمل باكج الايكون الميد او البرايم، يعني ممكن يطلع لك ايكون يعني تعرف اللي هو يقلب لك السلسله 180 درجه. بنقول ان شاء الله يعني يجينا شيء خرافي. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اذا ما كنتوا مشتركين، في باكجات في اشياء ثانيه، فان شاء الله يعني يطلع لنا ايكون يعني يفرق معنا بالخطة بإذن الله. بإذن الله أنا متوقع شيء قوي، فاشتراككم مهم بالقناة. ما بدنا نطول أكثر بالمقدمات، خلونا نبدأ. أنا الصراحة شايف هذا اللاعب عادي، ما كل هالقد الصراحة فيه ما فيه الشيء الخارق، يعني هو منيح أوكي، ولكن يمكن أنا ما عجبني، الله أعلم يمكن هيك. ولكن هذا ما بعرف، أنا هذا حسيته عادي بصراحة، ما حسيت بالطاقات بالمرة بالملعب، يمكن لازم أجربه، بس الصراحة أنا ما بحب إني أقعد أجلط حالي. فشكلي جيب جينولا حتى لو بده يلعب على تناغم ناقص ويلعب مهاجم ثاني 5-5 سلكان كل شيء فيه هذا اللاعب جينولا، لما بيلعب ضدي دائما بيفوت عليه جول كريه يعني الصراحه. فممكن انه نحن نجيبه وبهالطريقه يعني، عرفت برونو طبعا هون ممكن 7 بياخذ تناغم. هذا جندوزي والله نزل بديع قسما بالله، قدم مستوى كثير حلو، حتى اساسي ممكن يعتمد عليه اللاعب هذا. كم سعرك انت بالله؟ صار رخص زياده، مرخص كل ماله ها 865. باك وقعت الايد طبعا، بس بدون اوكي طفت الله يستر تمام مو مشكله. خلص قررنا نجيب جينولا ماشي، رح نعطيها انتر حتى لو التناغم ناقص، بس 5-5 هذا اللعب حتى 164. يلا حدا ينزل يا شباب 162 حلو تعال. والكمية جينولا مع انجن ولا مع هانتر؟ والله انا شايف هانتر افضل يا جماعه، الفينش عنده يعني مش ولا بد عرفت، فلازم انه يتحسن الفينش. وطبعا مع الليالتي حيوصل تناغمه 7، واو المفروض اني مجربه من زمان بس كان سعره كثير غالي الصراحه، فرح نجرب اللاعب وان شاء الله انه يكون على قدر يعني عرفت المسؤوليه. خلينا نقول انا متاكد انه هو منيح، بس لنشوف. يا ساتر عنده جينولا هو كمان، والله تشكيله حلوه الصراحه، بنيدر وعوار. يلا بسم الله، ايوه هي شكله بالملعب ديم، والله شكله جينولا هيبه الصراحه بالملعب، والله ما لحد ما يطلع توريس انا ما راح اعرف العب. ديفيد جينولا هجمه تطبخ على نار دياب، تمرير ابراهيم دياز ما بتضيع، هي دياز ما بتضيع. نايس يا فيليب لام، نايس من المكبايز. يا لعيب يا لعيب مره جيلسون مارتينز يا ساتر يا البلوكات، يا ساتر يا البلوكات. يلا او ماي جاد، الويفندر صار لعيب ما له سهل. هذا يجي يا شباب، يا عيني يا رودريجو، عيني جنونة يا عيني عليك يا فنان. يلا تحركات اللاعب هذا عجبتني الصراحة، شلون بيتحرك هيك تحسه يعني التحركات عنده غير عن الباقي. حلو حلو حلو، هيك الكيك اوف والله ولا قدرت اقطع، والله ولا قدرت اقطع، والله ما قدرت، عملت كل شيء ولا قدرت اقطع الكرة. الله ياخذك على هالتضيعة الغبية، يا جينولا يا جينولا.
الله ياخذك يا ديفيز، الله ياخذك يا ديفيز. واليمين حط علي فكير. ليك ديفيز يا الله انك غبي، قسما بالله انت وفندر صار لي اغبى منك. اوه 90، الله ياخذك يا ديفيز على هالغلطه، الله ياخذ ام الغباء. جينولا هذا تبعه نجم المباراه صح؟ ليك الخساره اللي بتقهر، بس لك كل المباراه بلعبه بروح خسران. هذا تجي الخساره بوقت تعرف تبلع جول بوقت انه والله ما رح والله ما في امل ترجع. والله حرام ما لها داعي، والله ما لها داعي الخساره. لعبي احسن، عم بلعب احسن واحصائياتنا احسن، نجي نخسر. حلوين، عنده دياز هو كمان. اوكي. يلا يا جينول يا عيني يا وحش وحش وحش. مع اني حركت والله. نايس تحريك، حلو. عيني يا عيني، ان شاء الله رح يطلع. والله بيكون اختصر علي، ما في حدا عم ينسحب اليوم الحمد لله. بسم الله. اوكي والله تشكيلة. اوه برهومي برهومي. نعيني جينولا جينولا جينولا. تمركز تمركز يا جماعة، تمركز مو مقشرات، تمركز. يا أخي تمركزه تمركزه مو طبيعي، لك بيوقف بيلك عطيني الباص بس. ممكن سلو يا شباب كمان، لا اله الا الله. بلعت. اوه نايس، انا حركت ما بعرف هو اتحرك ولا لا، بس شكرا يا فندر صار. يا عيني برهومي برهومي. والله هذا اللاعب وحش قسم بالله. روح سلك نيول. اوكي انسحب ليك. اوه ماي جاد ما خلاني اسجل الرابع. اذا بدي اعمل باكج الايكون لبرايم لازم اني بيع جينولا تمام، مشان لانه الكوينز دي معي ما راح يكفيوا اللعيبه اللي بالنادي. فما بعرف بدي بيع جينولا. اذا هيك يا شباب ما عندي لعيبه تكفي، هلا بيكون رخص. بتحداكم اذا ما رخص، انا لما اشتريته 857 وصل، عم يرخص كل ماله. ما صار لي نص ساعة شاري. طيب خلينا نبيع جينولا. ماشي. طيب هي خلصنا هلا من أول تحدي. والله يا والله صرف يا جماعة التحدي هذا، صرف. لا أشوف وشك، ها؟ يلا بسم الله. أرسلنا أرسلنا، يلا باقي لنا تحديين. طيب عندنا تحدي الـ 85 ريت. يلا هذا التحدي الثالث يا شباب، رمينا ألابا، يعني هو اللي ممكن شوية يعني الواحد يزعل عليه، بس عادي يعني. إن شاء الله الأيكون بيعوضنا عن ألابا وعن 100 ألابا كمان. يلا يا رب. باقي آخر تحدي. حلوين خلصنا هيك من باكج الأيكون، يعني اشترينا ورمينا و و و و و بسم الله. ميد أو برايم يا شباب، ها؟ يا رب يا كريم، يا رب الحظ قوي هالمره يا رب. ما راح اعمل اعلام المره الماضيه، على ملت مره هيك ومره هيك، نحن ما نخليها عرفت، لانه انا صراحه اعصابي مو لعبه كمان. طلباتي بسيطه، طلباتي بسيطه جدا يعني عرفت، حرفيا انا طلباتي جدا بسيطه يعني. يعني ها في ابسط من هيك؟ ما في. يا رب يا كريم يا شباب، يا رب يا رب لاعب ينلعب فيه، يا رب الشمعات كلها تشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم يا رب. بسم الله يا رب الشمعات تشتغل يا رب. يس الشمعات اشتغلت. دوغليش والله حلو، بس ليه مو البرايم؟ ليه والله دوغليش ممتاز، يا ريته البرايم بس. يا الله دوغليش خرافي يا اخي، لو هلا البرايم والله كان بيكون اسطوري كمان. الحمد لله الحمد لله، والله دارجلش ممتاز، منيح منيح. جاني مهاجم، الحمد لله انه مهاجم، الحمد لله انه مهاجم.
سعره حوالي 600,000. على فكرة البرايم سعره 1,400,000. البرايم 1,400,000. ليش دائما باكجات ميد او البرايم بيجيني ميد ما بعرف، بس هذا ايكون ممتاز مع الهانتر خرافي، او حتى ممكن اعطيه انجن والله ما ادري شكله هانتر. هذا ايكون يستحق التجربة يا اخي. انا حطيت لهم مهاجم، اعطوني مهاجم الصراحة ما قصروا. الحمد لله الشمعات اشتغلت، انا لما اشتغلت الشمعات طمنت انه ممكن يكون ايكون منيح. طيب يا سلام يا سلام يا سلام، نعطيه هوك. انا الحمد لله انا مش فايل هذا، هذا اغلى ايكون يمكن. لا والله مع انه فيليب لام اغلى منه، بس انا انبسطت بهذا اكثر. والله عن جد انبسطت فيه اكثر. ف بالوضع الحالي انا بقدر اني اخلي هذا هون. مشكلة ايكونات اللي عندي جنسياتهم ما بتساعد بالمرة، الحارس بس هو اللي منيحة جنسيته معه، بس حارس شلون بدك تشوفه. طيب هلا ممكن نخليها هيك ونحول داجلش سي ام. والله ممتاز يا شباب، والله ممتاز. يا سلام هيك ايكون ممتاز. وفوق منه يا جماعة لسه معي حوالي 800,000 معي، يعني يعني واو، يعني بقدر اعمل شغلات زيادة اذا بدي. وجبنا مهاجم ما عندنا محتاجين، صار عندي مهاجمين ومحورين كلهم ما بينباعوا، وجناح يمين والجناح اليسار عم ينزل رودريجو. والله ما لي عرفان صراحه شو جيب يعني، او شو المركز اللي طوره. طيب هاي الباكجات بتضمن لنا 81 ريت وفوق ان شاء الله شيء وكا. يو شغل الشمعات برتغالي. اوه هذا عم بكسب من باكجات الايكون. انا ممكن اني اجيب حدا مكان اوباميكا، ممكن اجيب ثيو هرنانديز هون، ومحتاجين مدافع هون، يعني ممكن جيب شي مدافع جنسيته فرنسي بيشبك معي عادي، وبساعتها بقدر اني اشيل توريس. اذا ما خلي التشكيلة بهي الصورة بنقدر نستغني عن توريس، بحيث انه نجيب حدا مكان. انا كنت حطه مشان تناغم دياز، هيك دياز اخذ 10، فممكن انك مثلا تجيب شي حدا مكانه وجناح، بس انه يكون كام ويحول جناح بالجيم، يكون استي ويحول جناح بالجيم. مين فيه؟ والله ما ادري. ويلكم يا ثيو، ماشي. وشيل هذا بالمرة. ايوه ايوه، ومنحول برونو. برونو صرت محوله شي مليون مرة بين الكام والاستي، كل شوي برجع بحوله، ما عاد عندي تحويلات مثل ما حولت برونو. تعال ويلكم يا ماني. حنجرب على الجناح طبعا. اوكي عند ميسي اوه حكيمي كمان، والله تشكيلة حلوة. والله كوردوبا خفيف لدرجة اني ما عرفت اتحكم فيه. وعيني يا فاندر سار. لا يا اخي مو لهاد، يا ساتر على اللعب اليوم. اوه والله جابه، والله يا ساتر يا ساتر يا اخي، هذا الخصم قسما بالله مو طبيعي اللعب معه. لك صوت قاطع مليون مرة بترجع له. ما حركت والله ولا لمسته الحارس. لا 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 لا، جيم قسما بالله جيم مو طبيعي. لا والله مو طبيعي، انا والله ما شفت هيك يا رجل، مستحيل لهالدرجة مستحيل. برهومي حرك لي الحارس. يا عيني يا ماني. ايوه ايوه ايوه، يلا 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 يلا، فيها وقت. يا وحش الله عليك يا ولد. والله اني تيس، والله اني تيس، والله اني تيس. والله ياخذ اما الخساره اللي بتقهر يا رجل. انا والله اني تغابيت. جانا بجولين بعدين بلعنا جول، مع انه والله قلبناها بالشوط الثاني. الشوط الاول ما جاني ولا شوطه ولا شوطه. الشوط الثاني طبعا الاحصائيات معي، طبعا طبعا ما احلاي اخسر يعني، هو الاحصائيات تكون ضدي دائما هيك. رح نلعب مباراه بس مشان الرانك. والله تشكيله حلوه. نايس.
اعطيه يا داجلش اعطيه. برهومي برهومي يعني داجليش. حط 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 يا عيني. يا عيني على التحريك الحمد لله. يا ساتر يا الكيك اوف يا ساتر. اليسار. صعبة والله والله صعبة المباراة. صعبة صعبة يعني. هذا داجلش ما عم يعمل شيء بصراحة يعني. مالي شايف سرعة بالمرة فيه. عيني. يا الله. الحمد لله. ليك 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 يقطع ام الغباء. يا رجل شو اللي عم يصير؟ حرام عليك هي تضيعها برا. مباراة ندية مثيرة لم تبح بكل اسرارها بعد. شوف الجمهور ماذا يريد من فريق ايلام. يريد الفوز. يا عيني حاجي الملك المنقذ. يا ساتر المباراة. حاجي والله نزل انقذني قسما بالله. يا ساتر يلا الحمد لله بدعنا جلطة والله والله جلطة ما له سهل. فشكرا لكم متابعة المقطع هيك نقدر نوصل للنهاية. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين. خلونا نوصل مقطعنا فوق 40,000 لايك. الصراحة بعد التجربة يعني هو اللاعب منيح بس ثقيل شوي حسيته يمكن لازم أتعود عليه. فراح أجرب أعطيه بطاقة إنجن ولا شيء يزوده بالخفة يعني ما بعرف. أعطوني نصائحكم نصائحكم مهمة وبستفاد منها بتطوير تشكيلتي. فاكتبوا لي نصائحكم تحت التعليقات. شكرا لكم جزيلا على المتابعة وبس كان اليوم كمان. Everything changes.